وفي اليوم الخامس بعد وقوع الزلزال أعلن مجلس الوزراء السوري المناطق المتضررة في محافظات حلب واللاذقية وحما وإدلب مناطق منكوبة بعدما كان أعلن عقب الزلزال خطة تحرك طارئة على المستوى الوطني والنكبة التي أصابت سوريا جراء الزلزال تزيدها الكثير من العوامل والظروف سوءا ومنها ما يجسده إعلان برنامج الأغذية العالمي ان مخزونه ينفد في شمال غربي سوريا مطالبا بفتح المزيد من المعابر الحدوديه مع تركيا هل تلقى مناشده برنامج الاغذيه العالمي تجاوبا وكيف ينعكس اعلان المناطق المتضرره في سوريا منكوبه وهل خطه مجلس الوزراء السوري تطال كل هذه المناطق معنا الان من دمشق الباحث السياسي علاء الاصفري استاذ علاء مساء الخير مرحبا بك معنا في غرفه الاخبار بدايه عمليا ما الذي يعنيه اعلان هذه المناطق مناطق منكوبه هل هذا يضعها في خانه مختلفه تتيح لها الحصول على المزيد من المعونات من المساعدات ام ماذا تحديدا اولا الرحمه للضحايا سواء في سوريا او في تركيا والشفاء العاجل لكل المصابين، طبعا اعلان اي دوله في العالم ان هناك مدينه منكوبه يعني ذلك يجب ان تتدخل الامم المتحده بشكل عاجل وبشكل فوري بعيدا عن القيود سواء السياسيه او الجغرافيه او اي شيء كان حتى تستطيع انقاذ ما يمكن انقاذه اليوم حتى بوجود باعتراف رئاسه الوزراء السوريه ضمت ادلب الى تلك اللائحه وبالتالي ادلب تعنينا نحن كمدينه حتى لو كانت الان خارج السيطره بالنسبه للدوله السوريه اليوم هناك ماساتين الماساه الاولى حقيقه ضغط في الاحتياجات الكبيره في الداخل السوري وهناك مشكله كبيره في ايصال المساعدات ايضا الى شمال غرب سوريا حيث هناك جبهه النصره هي التي تحدد ما تريد وهي التي تمنع الان المساعدات التي يمكن ان نوردها لها، الان هنا قافله في دمشق تستعد بشكل كامل للانطلاق الى ادلب ولكن مم. المفاوضات متعثره وتتدخل الان روسيا وبوساطه اماراتيه لكي نستطيع عبر الهلال الاحمر والصليب الاحمر الدخول فورا الى تلك المناطق لا ننسى ان هناك شعبا ايضا في الشمال الغربي، مم. اليوم هنا في سوريا العمل على قدم وساق من اجل انتشال ما يمكن انتشاله، منذ ساعتين تقريبا تم انتشال شخصين هما شخص ووالدته وهما على قيد الحياه مما سبب فرحه كبيره في وسط هذا الظلام وهذا الدمار الكبير في مدينه مم. جبله. اعتقد بان الالات والامكانيات الى حد كبير محدوده. والمجتمع المدني في سوريا مع الدولة السورية مع الجيش السوري شكلوا وحدة كبيرة لعلاج هذه المشكلة ظل لدينا أننا يجب أن نتمتع بمعونات دولية طيب. أعتقد بأنه حتى القرار الذي خرج من وزارة الخزانة الأمريكية اعتقد بانه خطوه صغيره ولكنه في الاتجاه الصحيح. طيب قبل الحديث عن الجهات الخارجيه استاذ علاء، يعني دعني اسالك عما عما يجري في سوريا. الان هناك عدد من المشاكل او او العقبات اللوجستيه التي تحول دون ايصال هذه المعونات لمن يحتاجونها، اهمها هي مساله من اين تعبر هذه المساعدات؟ اليوم كما تعلم هناك معبر واحد مفتوح في شمال غرب سوريا هو معبر باب الهوى. الآن هناك مطالبات بفتح المزيد من المعابر، هل برأيك ستوافق الحكومة السورية على هذا الأمر؟ أولاً أتمنى أن نكون منصفين بأننا ندرس الاحتمالين معا، الاحتمال الأول ماذا يحدث الآن داخل سوريا من حيث سيطرة الدولة السورية وهذه كارثه بحد ذاتها في حلب وفي اللاذقيه وفي جبلة وفي حماه والاخرى هي شمال غرب سوريا التي لا حاليا لا تسيطر عليها الدوله السوريه منذ اليوم الاول رئيس الهلال الاحمر السوري اقال وناشد بانه يمكن ادخال قوافل مساعدات ما امكن ضمن امكانيات الجمهوريه العربيه السوريه لادلب بغض النظر من يحكم الان ودعونا نترفع عن عن الحساسيات السياسية والعسكرية والأمنية يجب أن يكون هناك إنقاذ للشعبين الشعب الموجود في الداخل والشعب الموجود الآن في شمال غرب سوريا وبالتالي نحن جاهزون لمئات المعابر ولكن هناك المشكلة تكمن أن جبهة النصرة لتاريخ هذه اللحظة ترفض رغم عفكرة الضغوط التركية عليها ترفض للآن إدخال أي قافلة مساعدات لا ندري لماذا ولكن اعتقد بانه يجب ادخالها اليوم مساء وهذه الليله بالتحديد لانه لا يمكن الانتظار اكثر من ذلك. نعم. نحن لا نتحدث فقط استاذ علاء عن المعابر التي تربط تركيا بسوريا، نحن نتحدث عن المعابر داخل سوريا يعني المناطق التي تسيطر عليها الحكومه خطوط التماس وهذه الامور، يجب ايضا ان يكون هناك سهوله بالانتقال من هذه المناطق الى المناطق المنكوبه في شمال غرب البلاد، لانه معظم المساعدات التي تصل من الخارج من الدول التي ذكرناها قبل قليل تصل الى مطارات دمشق، حلب، اللاذقيه، مطارات تسيطر عليها الحكومه وبالتالي يعني لابد من وجود ممرات لايصال هذه. المساعدات إلى تلك المناطق هل برأيك هذا ممكن لوجستيا اليوم طبعا أنا لا أقصد أن هناك فقط المعابر بيننا وبين تركيا أنا أقصد المعابر الموجودة مثلا في مدينة سراقب مع معبر ترمبا نحن هنا جاهزون وهذا المعبر جاهز لدخول القافلة اليوم مساء ولكن جبهة النصرة حتى بالضغط التركي عليها كون تركيا هي التي تحاورها وهي التي ترعاها لتاريخ هذه اللحظة متعسرة يعني القافلة جاهزة ولكن هناك من يضع العصي بالدواليب من طرف جبهة النصرة وليس من طرف الدولة السورية وأنا متأكد من هذا الكلام تماما سؤال أخير أستاذ علاء إلى أي مدى يعني ما هو متوفر اليوم في سوريا يستطيع ان يلبي على الاقل بعض الاحتياجات ام ان هناك حاجه كامله للحصول على دعم خارجي سواء المواد الطبيه سواء الاغذيه الى اخره حقيقة نحن بحاجة ماسة يعني كل الان التجنيد وبالشعب السوري بهذه الحماسة لانقاذ اشقائه في حلب وغيرها، للان الامكانيات ما زالت محدودة، نحن بحاجة الى مواد طبية، إلى أجهزة، إلى حتى آلات لرفع الأث... لرفع الأنقاض وبالتالي أعتقد بأن غدا اليوم الأخير الذي يمكن أن يكون فيه أمل أو بعد غد صحيح. لذلك نحن خلال العقوبات الظالمة علينا منذ عام 2018 لتاريخ اليوم قلت كثيرا وشحت كثيرا المواد التي يمكن ان تؤدي الى فعل اغاثي حقيقي، لذلك نحن بحاجه، الان الاشقاء العرب يساعدوننا بشكل كبير وايران وروسيا وهناك فريق ايضا انقاذ جاء من فنزويلا عبر عشر ساعات طيران، م. يعني اليوم هناك بعض الدول الصديقه والحليفه تحاول مساعدتنا ما امكن ولكن تحتاج سوريا فعلا لتدخل اممي عاجل من كلا الطرفين، سواء بالطرف الذي فيه الت التواجد للدولة السورية أو الطرف الآخر الذي هو خارج نطاق سيطرة الدولة السورية نعم ونتمنى أن يحصل ذلك لأن الوقت كما أشرت أستاذ علاء يعني مسألة أساسية في في هذه الحالات شكرا جزيلا لك نعم. الأستاذ علاء الأصفري الكاتب والباحث السياسي كان معنا من دمشق